قراءة في كلمة أحمد جيت صالح مع إسماعيل خليف الله الكاتب والمحلل السياسي من باريس، وقد اتصل به الزملاء في إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا. خطاب قائد الأركان الجنرال جيت صالح من وهران لم يختلف على الخطابات السابقة. الجديد في هذا أنه يوضح بصورة واضحة أن هذه السلطة الفعلية تريد ربح آخر للوقت، وأنها ترى بأن مرحلة التغيير الفعلي لم تحن، وبالتالي تركيز القيادة العسكرية على أن المرحلة الانتقالية هي مرحلة مجازفة ومراورة لا يحمد عقباها، وأن نتائجها تكون وخيمة على الجزائر. لماذا الآن هناك بدائل؟ البديل واضح، نذهب إلى حوار جدي ولا ندخل في هذه المرحلة الانتقالية. إذا كان هناك حوار جدي فعلي، وكل الطبقة السياسية التي لها قواعد شعبية ترى بأن الحوار الجاد لا يتوفر مناخه، وأن مجمل الحراك كذلك يرى هذه الصورة، وبالتالي تبقى هذه الخطابات عبارة عن جرعات لربح الوقت لا أكثر. ربما هذا الخطاب المتغير الوحيد الوحيد فيه أنه استبق خروج الطلبة، دائما الخطاب يتزامن مع خروج الطلبة أو يأتي بعد خروج الطلبة. الجواب سنشهده من خروج الطلبة.